الزمالك ان شاء الله، الزمالك الشقيق ان شاء الله هنكسب، واللي هيجيب الجون كهربا، ومحمود علاء هيجيب جون هيد، وان شاء الله اوباما. ان شاء الله النهارده الزمالك باذن الله هيلعب بخطه متوازنه، وهيقدر ان شاء الله يحقق المطلوب مننا باذن الله في الماتش ده، ان احنا نكسب 3 ونريح الماتش من الشوط الاول باذن الله. التشكيل يبقى كويس باذن الله، واحنا كلنا املنا في ربنا وفي الفريق باذن الله يعمل اللي عليهم، اللعيبه تبقى رجاله في الملعب، وهنوصل اللي احنا عايزينه اللي هو الكاس باذن الله لمصر ولكل الزملكاويه باذن الله. ان شاء الله الزمالك هيفرحنا وياخد البطوله باذن الله، ودايما مشرفنا ودايما رافع راسنا فوق، وهنفضل بنحب الزمالك طول العمر زملكاويين الى الابد.